ورجعنا من الفاصل. فقرتنا الثانية هنكون عن قانون الإيجارات، ويسعدني يكون معايا سيادة المستشار أسامة العربي، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. أهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم. الموضوع شائك جدا، متفرع قانون الإيجارات. ناس كتيرة بتشتكي، في ناس عاملة جبهات المستأجرين أو المؤجرين، وعايزين نفهم من حضرتك بقى الأول. شوفي، هقول لحضرتك على حاجة. قانون الإيجارات هو عامل أزمة بقالنا فترة كبيرة جدا بين المالك والمستأجر، بسبب القيمة المتدنية للشقق السكنية المؤجرة من زمن قديم قوي. فاحنا النهاردة لما نيجي نقول ان في شقق موجودة لغاية دلوقتي في احياء راقية جدا زي مصر الجديدة والزمالك واغلب احياء مصر، القيمة الإيجارية للشقة السكنية لا تتعدى 12 جنيه و15 جنيه في وحدة سكنية قيمتها السوقية تعدي ال 2 مليون و3 مليون جنيه. فنقدر نقول ان هنا في ظلم فعلا للمالك. كويس، ولكن عشان نحل الإشكالية دي لازم نراعي مصلحة الطرفين. بالظبط، اصحاب معاشات، المعاشات ضعيفة. لان انا برضو عندي المستأجر، ما هو المستأجر على قد كده ظروفه او حالته المادية ما تسمحش بان انا ادفع القيمة بتاعة المكان ده بسعر اليوم. كويس، مع مراعاة حاجة، ما هو أنا لما أجرت من المالك سنة 70 وسنة 80 كان القيمة اللي احنا بنبص عليها النهاردة متدنية، كانت في وقتها هي القيمة السوقية كانت قيمة عالية جدا، وكان في خلو رجل الكلام ده نقدر نقول عمل أزمة، خصوصا كان موضوع التوريث بتاع الوحدات السكنية أو امتداد العقد بمعنى أصح. ونقدر نقول القانون 4 سنة 96 حط بعض الضوابط ولكن ما أجملش الموضوع بضوابط عادلة. وده اللي احنا بنقول المفروض ان المشرع المصري هيواجه ده، والقيادة السياسية يعني نقدر نقول ان هي الفترة اللي جاية هتراعي، وهتبقى الموضوع ده نصب أعينها، موضوع العدالة ما بين العلاقة بين المالك والمستأجر. طيب بشكل مبسط للمشاهدين دلوقتي اللي هم زي كده ما عندهمش فكره عن القانون قوي، القانون الحالي دلوقتي ايه الوضع اللي عليه يعني بالنسبه للمستاجر والمالك؟ يعني انا قاعده جوه شقتي بقالي اكتر من كذا سنه، الايجار بتاعي مثلا 15 جنيه كويس. في نسبه زياده مثلا سنويه مقرها القانون الحالي اللي موجود دلوقتي اللي هو لسه ما اتناقش او حاجه، في نسبه مثلا زياده سكنيه، زياده مثلا سنويه، في مثلا عقد محدد المده، في عدم توريث. حضرتك وضح لنا الحكايه دي. الوضع الحالي احنا دلوقتي بينطبق علينا القانون المدني اللي هو طبقا للقانون 4/96. القانون 4/96 حدد العلاقه ما بين المالك والمستاجر في ان العقد شريعه المتعاقدين طبقا لنصوص واحكام القانون المدني. يعني ايه؟ يعني احنا تعاقدنا انا وحضرتك على ايجار الشقه دي، بنحدد القيمه الايجاريه، بنحدد المده، كل ما يعني لينا في العلاقه دي بتكون محدده بالعقد واحنا ملتزمين بيها. طيب الاشكاليه الكبرى عندي في العقود اللي قبل سريان القانون. القانون 4/96 يبدا سريانه بتاريخ 31 يناير سنه 96. طيب العقود السابقه على اصدار القانون غالبا مش موجوده اصلا. لا موجود، الناس اللي مأجره من 70 و80 و90 او مثلا مش موجود، يعني مش متواجده، او كانوا بيدفعوا ايصالات مثلا، في ناس تبقى دفع ايصالات هي بس. لا عندهم، هي الاشكاليه عندهم ان دول اللي نقدر نقول قيم الايجار عندهم متدنيه جامد جدا بـ بـ بالمقارنه بسعر اليوم. طيب كان عندهم اشكاليه تانية برضو العقود القديمه، ان التوريث او امتداد العقد كان مفتوح، ما كانش فيه حاكم ليه، كان مدة العقد ما كانش عندي نص مادة بيلزمني ان انا احدد المدة في عقد الايجار الا القانون 4/96. كويس، طيب اللي قبل كده كان بيقول لك ايه، انا بكتب معاكي عقد ايجار وبنقول عقد الايجار ده مشهرة. يعني ايه مشهرة؟ يعني غير محدد المدة. او يقول لك ايه حتى هلاك العين، او يقول لك الى الابد. الكلام ده بموجب القانون 4/96 أصبح لا وجود له على أرض الواقع في العقود اللي بعد 4/96. طيب قال لك إيه؟ قال لك إذا ما حددتليش المدة في العقد اللي بينعقد بعد القانون 4/96 هيعتبر عقد الإيجار محدد للمدة المعينة لدفع الأجرة. يعني إيه؟ يعني حضرتك بتدفع الأجرة كل شهر؟ كل شهر، يبقى على قد الشهر. عقد الإيجار شهر واحد.
ليه؟ لانك ما حددتش المده وسبت المده مجهله. كويس. فهنا القانون قال لك اذا ما حددتش المده اعتبر العقد منعقدا للمده المعينه لدفع الايجار. كويس. تمام. فمن حق المالك ان بعد انقضاء الشهر يقول لك انا هنزلك لان انا مش عايز امد العقد تاني. دي العقود ما بعد 96. ما بعد 96. المشكله كلها فيما قبل 96. فيما قبل 96 اللي هي العقود اللي كانت المشهره وكانت زي ما بنقول غير محدده المده. جه القانون هنا قال لك ايه؟ قال لك احنا هنعمل الامتداد للعقد هيبقى المره واحده فقط. الاول ما كانش ليه ضوابط للامتداد. فالقانون 496 حط ضوابط ان امتداد العقد يكون لمره واحده. طب المره الواحده دي تكون لمين؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه في الواقع العملي. انا النهارده لما باجي استاجر شقه ما بستاجرهاش عشان اقعد فيها بمفردي، لا انا بقعد فيها مع اسرتي، مع زوجتي، مع اولادي، مع والدي، مع والدتي. فما ينفعش النهارده تيجي تقول لي ان المستاجر الاصلي اذا توفى العقد ما يمتدش. لا، العقد بيمتد ولكن لمره واحده. لمين؟ للمقيمين معه. للمقيمين معه وقت الوفاه. كويس. المقيمين معه يعني يمتد للزوجه، يمتد للاولاد، يمتد للاب والام. بس يمتد مره واحده فقط. والمده محدده ولا لا؟ مفيش مده. مش لمده محدده. بس هو القانون حط الضوابط هنا انه يمتد مره واحده. مش اكتر من مره. والمقيم ده يكون مقيم ما يتوارث قبليها بقد ايه؟ بسنه سابقه على الوفاه. المقيم مع المستاجر الاصلي يكون مقيم معاه في 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 عين في شقه الايجار او في العين السكنيه دي لمده سنه سابقه على الوفاه. طيب هتقولي لي مثلا ايه؟ طب ما هو اللي كان مقيم معاه زوجته واولاده. هقول لك يبقى دول بيمتد لهم العقد واخر واحد فيهم يتوفى ينقضي العقد. وليه حق الاختيار؟ يعني ممكن مثلا يلعبوا في الموضوع ده ويقول لك طب انا هخليه لابني، يعني بدل يعني يخليه للابن بدل الزوجه مثلا. لا، على اساس ان هو يطول المده. شوف يا فندم، احنا بنقول المقيمين يعني ايه؟ ابنه مقيم يعني وزوجته مقيمه. انا هقول لسيادتك على حاجه. انا النهارده متزوج وعندي ابني. كويس. ابني اتجوز وقعد بره. وقت الوفاه بتاعت المستاجر الاصلي كانت المقيمه الزوجه، يبقى هي الوحيده اللي لها حق الامتداد. ولو كان الزوجه والابن يبقى الاثنين ليهم حق الامتداد. اخر واحد فيهم يتوفى ينقضي العقد. يبقى انا عندي الامتداد هنا مش مره واحده، مش المقصود بيه شخص واحد، لا المقصود بيه مره واحده للمقيمين ايا كان هم كام واحد، بس المقيمين من الاقربين. يعني زي ما بقول لحضرتك الاب والام والزوجه والاولاد اللي مقيم منهم هم اللي بيمتدوا لهم العقد. طب المقيمين ثلاث افراد هم اللي بيمتدوا لهم العقد لاخر واحد فيهم. يعني لو كان مثلا اتوفى وفي بنتين مثلا او كده زي ما الاعداد بيقول لي. تمام. البنتين ياخدوا لاخر حد في الـ في الـ في المقيمين مع المستاجر الاصلي. كويس. الكلام ده نقدر نقول يعني بيحاول بقدر الامكان ان ما يخليش العقد مؤبد وما يخليش العقد مورث، ما يخليش الوحده السكنيه ان المالك النهارده اصبح ان هو يعني فقدها. لا، ما فقدهاش، بس انت تعاقدت ومن حق الاسره بتاعه المستاجر الاصلي ان هي ما هو مش هرميهم في الشارع بعد المستاجر الاصلي توفى. طب لو ابنه جاي قاعد معاه قبليها بسنه. كويس. في فتره مرضه مثلا. كويس. يعني مش بقصد ان هو يتملك. كويس. المكان او حاجه وخلاص هيتنقل باسمه. طب هو دلوقتي لو عنده شقه، يعني الابن ده عنده شقه تانية. انا هقول لسيادتك على حاجه. القانون هنا بيتكلم في جزئيه ان المقيم سنه قبل الوفاه يكون مقيم اقامه هادئه ومستقره. يعني ايه؟ يعني في فرق ان حضرتك رايحه تزوري والدتك على سبيل الزياره حتى لو هتقيمي عندها يوم اتنين ثلاثه اسبوع شهر. وفي فرق ان انا مقيم بصفه مستديمه بصفه مستقره. يعني اصبح ان ده سكني. فاهماني حضرتك ازاي؟ يعني كشوفات البنك عليه، القبض عليه، الايصالات، كل حاجه على الشقه دي. بصرف النظر عن الايصالات، ما ممكن تكون الايصالات الاجره باسم المستاجر الاصلي. لا، انا قصدي على كشوفات البنك مثلا على انه ده عنوانه الرئيسي. كشوفات البنك وشهاده الشهود من الجيران. وارد ان انا بروح زياره للمستاجر الاصلي، اقعد يوم، اقعد اتنين، اراعيه، امرضه واروح بيتي. وفي فرق ان انا مقيم هنا اقامه هادئه مستقره، ولادي في مدارس تبع هنا، شغلي بروحه من هنا. الكلام ده اللي يقوله الجيران الملاصقين. عشان كده النيابه العامه بتيجي في الحالات دي تقول لك ايه؟ لا، انا عايز اعمل تحريات، اعرف مين اللي كان مقيم واقامته كانت بصفه ايه؟ هل بصفه إقامة طارئة أو زيارة أو على أو ما فيهاش نوع من الاستقرار، أو هي إقامة مستقرة هادئة؟ ما تفرقش لو كان عنده شقة تانية بره أو لا؟ ما تفرقش. ما تفرقش. لا خالص. طيب ولو مقيم
وخلاص يعني وصل له خلاص العقد الايجار وكل حاجه كتب اسمه بعد ما فات لوالده او والدته وقفل الشقه زي ما اغلبيه الناس بتبقى عامله. القانون 496 خلى ان العلاقه الايجاريه النهارده طبقا للقانون المدني ان العقد شريعه المتعاقدين. يعني ايه العقد شريعه المتعاقدين؟ يعني العقد فيه التزامات وواجبات على كل طرف. طيب المستاجر ايه الالتزامات اللي عليه؟ سداد الاجره وملحقاتها في مواعيدها. ملحقات الاجره زي الميه والصيانه وصيانه العقار والكلام ده. انا ملتزم بالالتزامات اللي عليا، ده اللي ليك عندي كمؤجر. اكتر من كده مالكش عندي. ما يحقلكش ان انا اجر من الباطن، لان الكلام ده احنا ذكرناه في عقد الايجار اللي هو شريعه المتعاقدين. لكن كون ان انا اخدت العين وتركتها لفتره من الزمن لسفر لشغل لاقامه في مكان تاني، طالما انا ملتزم بسداد القيمه الايجاريه وملحقاتها في مواعيد استحقاقها، يبقى انا كده اديت الالتزام اللي عليا، مفيش عليا غبار. طيب التزامات المؤجر ايه؟ ان هو يهيئ لي العين، بتكون العين جاهزه للسكنه بصوره مناسبه، فيها ميتها، فيها كهربتها، فيها. ده التزامات المؤجر المالك. اما ما عدا ذلك بالنسبه للمستاجر، انا كل اللي يخصني سداد القيمه الايجاريه وملحقاتها في مواعيد استحقاقها، والا اضر بسلامه العين او سلامه المبنى الكائنه به العين. طيب المالك دلوقتي قرر ان هو عايز يبيع العماره مثلا بتاعته، او شقه من الشقق الموجودين في العماره، ودي مؤجره لحد. تمام. زمان كان بتحصل بشكل ودي كده، ان هم ممكن يتفقوا ان هم يجيبوا حد يشتري من بره، وتبقى مثلا نسب معينه 50% او 40% ليا و 60% ليك. هل ده وضع قانوني قائم ولا دي بتحصل بس بالشكل الودي؟ هقول لحضرتك على حاجه، ده هو ده بيحصل بالتراضي. بمعنى ايه؟ انا النهارده مالك لمبنى فيها وحدات مستاجره، كويس، عايز ابيع المبنى. انا ببيع المبنى بما عليه من 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 حقوق والتزامات. يعني ايه؟ يعني انا ببيع للمالك الجديد الوحدات دي وهي مستاجره، وهو على علم، ويسري عقد الايجار على الخلف العام والخاص للمالك او للمؤجر. يعني عقد الايجار ده، افرضي المالك او المؤجر توفى، هل عقد الايجار ينقضي؟ لا، ما ينقضيش. يسري في مواجهه الخلف العام، في مواجهه الخلف العام والخلف الخاص، في مواجهه الورثه، في مواجهه المشتري الجديد. اما حته ان احنا نتراضى مع المالك الجديد، طب انا هدي لك مبلغ معين في سبيل ترك العين، ده بيبقى بالتراضي. لكن انا ما عنديش قانون يلزمني ان انا النهارده عشان المؤجر باع الملك بتاعه ان انا لازم اخلي العين، لا خالص. مفيش اي حاجه تقول الكلام ده. زي ما بقول لحضرتك، الكلام ده بيحصل بالتوافق والتراضي. طيب وفي حاله لو المستاجر حب ان هو يتملك الوحده اللي هو قاعد فيها؟ عقد الايجار هو عقد مؤقت. يعني ايه؟ يعني عقد الايجار زي ما بنقول هو مش عقد ابدي. انا بدي لك العين لمده معينه تستنفع بيها او تنتفع بيها وتردها للمالك. بتنتفع بيها في مقابل قيمه ايجاريه معلومه ومحدده وواضحه، ومده معلومه وواضحه. انقضت المده وانا ملتزم بسداد القيمه الايجاريه، انقضى العقد. حته ان انا اتملك العين، ده برضه يرجع للتراضي ما بيني وما بين المؤجر. لكن انا ما ينفعش ان انا الزمه ان انا اتملك منك، لا، هو يقول لك انا محتاجها، انا والله اجرتها الفتره دي لان ولادي صغيرين، لما يكبروا انا عايزها عشان يتجوزوا فيها. كويس، فانا هكتب عقدي ب 10 سنين ايجار كمالك او كمؤجر. بعد ال 10 سنين انا محتاج العين، ما تنفعش تجبرني ان انت تستمر في العين او تجبرني انك تشتري مني العين. ده مش من حقك. زي ما قلنا العقد شريعه المتعاقدين، انا كاتب عقد ايجار مش عقد تمليك. طيب من النظره الخارجيه كده، يعني بتحس ان المالك مظلوم شويه، يعني مش واصل له حقه. يعني في زي ما حضرتك ذكرت في اول الفقره، في عمارات كامله، وجانا على صفحتنا لما طرحنا الموضوع عمارات كامله في اماكن كويسه جدا، احياء كويسه جدا، بياخدوا 150 جنيه في الشهر من عماره. ده يا فندم كده كتير كمان. ده عماره كامله 6 ادوار 24 شقه، فيعني مبلغ زهيد جدا. وهم طبعا بما اغلبيتهم بيبقوا المستاجرين من كبار السن واصحاب المعاشات، فما بيساهموش معاهم حتى كمان في الميه وتصليحات والاسانسور والحاجات دي. فيعني المالك يعمل ايه؟ طيب يعني مش معقول، ممكن هو نفسه يكون بيأجر بره. تمام، وده يعني عمل احتقان كبير جدا ما بين المؤجر والمستاجر، وعمل نقدر نقول يعني خلى العلاقه الايجاريه شائكه. ده احيانا مالك العقار بيوصل بيه ان هو بيقول لك الحارس بتاع العقار
ممكن يحصل في الشهر 2000 جنيه و3000 جنيه نظير قيام بعمله كحارس عقار، وانا كمالك ما حصلتش 500 جنيه من العقار كله. ده حقيقي. فهو بيقول لك ازاي انا حارس العقار عندي بياخد اكتر مني انا مالك العقار؟ فده عامل ازمه. ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان لازم يبقى في تشريع جديد، والمشرع لازم يعمل زي ما بنقول محاوله انصاف شويه للمالك مع الوضع في الاعتبار المستاجر ومراعاه المستاجر. طيب الكلام ده ممكن يحصل ازاي؟ النهارده في مشاريع قوانين كتير بتتقدم في مجلس الشعب من كتير من النواب بهدف تعديل العلاقه الايجاريه، وضع ضوابط تكون عادله. طيب انا هاجي النهارده اقول انا مستاجر لشقه من سنه 70، وغيري مستاجر لشقه من سنه 80، وغيري مستاجر لشقه من سنه 90، ده واخد بقيمه وده واخد بقيمه وده واخد بقيمه، بس الثلاث قيم النهارده بالنسبه للسعر السوقي، لو القيمه السوقيه النهارده الثلاث قيم متدنيه. ما ينفعش اجي النهارده اقول لك لا احنا هنوحد القيمه الايجاريه، ما ينفعش، لان القيمه الايجاريه بتختلف من مكان لاخر، من مساحه لاخرى، مساحه كويس، حاله العماره مثلا، من حاله العماره، من تاريخ الانشاء بتاع المبنى. طيب بنيجي نعمل ايه؟ بنقول ان لازم المدد الايجاريه اللي قبل قانون 4 سنه 96 تكون نقسمها شرايح. بمعنى ايه؟ بمعنى نيجي نقول مثلا عقود الايجار المبرمه من سنه 60 حتى سنه 70 نقدر نقول ان القيمه الايجاريه تزاد بقيمه 50 مثل القيمه الايجاريه. كويس؟ طبعا لو بصينا ان النهارده كانت القيمه الايجاريه في سنه 60 10 جنيه، ودي كانت قيمه كبيره قوي وقتها، اما نقول 50 مثل تبقى 500 جنيه، اقول لك يعني يبقى الى حد ما نوع مرضي شويه للمؤجر وما بيبقاش ضغط على المستاجر. ايوه ده انا بتكلم على الوحده الواحده. طيب نيجي نلاقي ان القيم الايجاريه من سنه 80 ما بقاش فيه ال 10 جنيه، بقت ب 25 جنيه و30 جنيه اللي هي النهارده برضو ما هياش مرضيه، طب نقدر نقول ان دي تزاد بقيمه 30 مثل القيمه الايجاريه. فنقدر نقسمها لشرايح بحيث ان نحاول نعمل نوع من العدل ما بين المالك والمستاجر. يعني حضرتك مش عايز تحدد النسبه، يعني النسبه بتبقى على حسب الشرايح اللي حضرتك وضحتها. على حسب الشرايح. ما انا يا فندم احنا الاشكاليه دي احنا فيها من بعد الحرب العالميه الثانيه. من بعد الحرب العالميه الثانيه من الاربعينات القرن الماضي، لان الملاك كانوا وقتها بيخرج المستاجر المصري بالقيمه الزايده وبيأجر للاجنبي بقيمه عاليه. فمن ساعتها اصبح ان في اشكاليه عندي في القيم الايجاريه دي. فجه القانون 496 قال لك لا انا عندي المدد محدده، القيمة الإيجارية أنت تتعاقد عليها. عشان كده بعد القانون 496 المستأجرين والملاك النهارده ما بيجي يعمل عقد بيقول لك إيه؟ في سياق العقد بتاعه بيقول لك القيمة الإيجارية كذا وتزاد بواقع 10% أو 5% سنوياً. الكلام ده ما كانش موجود في العقود القديمة. فهو النهارده المؤجر بيحاول يراعي دي، إن أنا بعد 20 سنة أو 30 سنة يبقى القيمة اللي هي أنا النهارده مأجر ب 500 جنيه، لا بعد 20 سنة ال 500 هيبقوا 5000 جنيه، يبقى القيمة إلى حد ما معقولة. بس الكلام ده ما كانش موجود في العقود القديمة، ما كانش عندي زيادة سنوية. كويس؟ لأن كان القانون بيحكم إن هو ما يقدرش يزود القيمة الإيجارية عن حد معين. فده اللي احنا بنقول نعالجه النهارده بالشرايح دي. ان نقسمها المدد لشرايح ونقول تزاد بقيمه 20 مثل 50 مثل حسب المده بتاعتي. ده هيبقى فيه نوع من العداله شويه. طيب ولو بعد ما حضرتك بتقول القانون ده اتفعل ورفضه؟ القانون اذا صدر اصبح نافذ من تاريخ صدوره بقوه القانون. اذا رفضوا الاليه القانونيه الشرعية عندنا في مصر انه يطعن بعدم دستورية القانون. احنا بنقول النهاردة اللي يرفضوا ايه؟ مشروع قانون. عشان كده احنا بنتكلم في جزئية مهمة جدا. قبل القانون ده ما يصدر لازم يبقى فيه حوار مجتمعي. انا عندي بتكلم في موضوع شائك جدا مؤرق اغلب الشعب المصري. كويس؟ فيبقى فيه حوار مجتمعي ما بين بعض المؤجرين نسمع رؤاهم وجهة نظرهم، وما بين المستأجرين واصحاب المعاشات واللي دخلهم متدني، عشان يقولوا برضه رؤاهم وجهة نظرهم، ونسمع رجال القانون، يعني نعرف ايه الخلافات وايه الاشكالات، عشان لما نصدر قانون، مع احترامي لحضرتك، النائب اللي بيقدم مشروع القانون ممكن ما عندوش خلفية بكل جوانب الموضوع، فلازم في حوار مجتمعي، نسمع جميع الاطراف عشان نقدر نصدر قانون متوافق عادل يلبي جميع طلبات الطرفين. لا واحنا كل ده بنتكلم على الشقق بس المؤجره، ما دخلناش في المحال التجاريه او الاماكن الاداريه. لكن احنا برضو هنتكلم في جزئيه ان ما ننكرش دور الدوله
في ان هي النهارده برضو اللي خلى يعني نقدر نقول البلد عندنا من البلاد القليله جدا اللي فيها موضوع الايجار طويل المده. في دول بره بيبقى الايجار لمدد قصيره بسبب اللي جاي سياحه او اللي جاي عمل او اللي جاي لظروف شغل، لكن عندنا في مصر الايجار المؤبد ده بسبب ايه؟ ما كانش عندنا الوحدات السكنيه، ما كانتش بالكتره اللي احنا النهارده القياده السياسيه عملت مجتمعات عمرانيه كتير جدا بقيم متدنيه او نقدر نقول بقيم معقوله جدا لمحدود الدخل ومعدوم الدخل ومتوسط الدخل. فاصبح النهارده اللي جاي عايز ياجر شقه النهارده لما يبص يلاقي ان الدوله عارضه له نفس الشقه بنفس القيمه الايجاريه وفي مكان افضل ومنظم وفي الاخر هتتملكها. والتصديق على كلام حضرتك، انا كنت يعني انا بنفسي كنت في حي الاسمرات، كان عندنا بطوله هناك من اسبوع، الحقيقه بشيد بالموضوع ده جدا لان الملاعب والمكان كان فوق مستوى تخيلنا، ده حقيقي كل الناس اللي كانت موجوده. وتبصي حضرتك للقيم اللي واخدين بيها الاماكن دي، قيم معقوله جدا جدا متناسبه جدا مع محدود الدخل، مكان ادمي، مكان ما هو الدستور المصري بيكفل لكل مواطن حق السكنة، وحق السكنة ده يجي الحق الثالث بعد المأكل والملبس. طيب سؤال تاني قبل ما نختم حلقتنا، معلش جالنا على صفحتنا برضو، لو واحد متزوج من واحدة وعقد وهي خلاص اتوفت وعقد الإيجار اتنقل ليه وهو تزوج، وعقد الايجار اتنقل ليه وهو تزوج، تمام. بعد وفاته، يعني هي الزوجه بتسال، بعد لو حصل وفاه للزوج ده هل يحق لها ان هي تقعد في الشقه؟ للزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه لا، ما يحقلهاش. ليه؟ لان انا عندي النهارده عقد الايجار امتد من المستاجر الاصلي اللي هي الزوجه اللي توفاها الله. دي صاحبه العقد الاصلي، هي الموقعه لعقد الايجار. فقلنا عقد الايجار بيمتد مره واحده فقط. طب امتد المره دي؟ امتد لمين؟ للزوج. طب بوفاه الزوج انقضى العقد. خلاص. مفيش امتداد بعد الامتداد للمره الواحده، لا يجوز الامتداد تاني. هتقولي لي طب والزوجه الثانيه تروح فين؟ هقول لك ما احنا هنا برضه بتدور على حق المؤجر في انه ينتفع بمكانه. بالظبط. سياده المستشار، احنا يعني حضرتك شرفتنا النهارده، وبنقول للمتابعين احنا لينا صفحتنا على الفيسبوك، ممكن تبعتوا لنا فيها كل اسئلتكم حتى نجاوب فيها. سياده المستشار معانا، ممكن تسمح لنا ان احنا نجاوب الاسئله. متشكرين لحضرتك جدا، شرفتنا النهارده. ارجو ان يكون في افاده للساده المشاهدين. اكيد يعني ليا انا شخصيا. ميرسي لحضرتك، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.